بنتي كانت عامله كوكي تشيكن ستريبس فدقت قلت لا 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 ايه التتبيله دي، اتوهمت بطعمها. سحبت واحده في الثانيه لحد ما فضل واحده بس، لمحت جوز بنتي منمر عليها، قلت اسيبها له مش هسيبها له، اسيبها له مش هسيبها له، قررت مش هسيبها له. لكن مختار بقى الله يسامحه ايده طلعت خفيفه. ما هي دي كوكي تشيكن ستريبس، هتشيل عينك من عليها مش هتلاقيها، اصلها قطع فراخ طريه بتتبيله خطيره ومقرمش، فتلحقها يا ما تلحقش. كوكي تشيكن ستريبس ما تتسبش.